المشاهدين اللي انضموا لنا هلا، رحبوا معي بالمصمم العالمي والفنان التشكيلي استاذ باسم شيخ الجواد. درس الهندسة المعمارية والأزياء والفن التشكيلي والماكياج في ألمانيا وفرنسا ويو اس اي، وتخصص في عمل بحوث عن الأزياء التاريخية وإعادة صياغتها وتصديرها وتصنيعها للمستقبل. عمل دراسات على الأزياء المصرية والفلسطينية والعراقية والأردنية، وأسس بعد عودته إلى الشرق الأوسط وشارك بتأسيس دار الأزياء العراقية، وانطلق منها للأردن وعمل دراسات للأردن وجاء فيها أزياء الأردن عبر العصور، ومنح من جلالة المغفور له الملك حسين المعظم وسام الكوكب الأردني عام 1980. طبعا رح معي مرة ثانية بالمصمم العالمي والفنان التشكيلي طبعا استاذ باسم شيخ الجواد. احلى صباح لك. احلى صباح لكم، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. يعني مصمم عالمي وفنان تشكيلي وماكياج واكسسوارز، شو ضل هاي نعم من فنان شامل ما شاء الله عنك. هاي نعم من رب العالمين. ف شامل بس بده شغل يعني. نعم. فشو رايك تخبر المشاهدين امتى بلشت؟ بلش هلا احنا في الازياء. اول شيء امتى بلشت تصمم ازياء؟ عمر 10 سنين. وكانت يعني كنت موهوب. نعم. فبلشت ارسم لوحات وسكتشات على ال بلشت ترسم. اول شيء بلشت ترسم يعني اول شيء؟ ايوه بالضبط. نعم. بلشت الرحله. فالاهل كانوا بدهم يصير مهندس او دكتور، بتعرف الاهل كيف. اكيد يا طبيب يا مهندس يا دبلوماسي. نعم يا محامي. فسويت اللي علي، اخذت شهاده المعماري وقلت لهم تفضلوا هاي لكم. هاي الشهاده، هاي الشهاده اللي بدكم اياها، بس انا عندي حياه ثانيه. وبلشت حياتي اللي هي الازياء. ازياء والفن التشكيلي والمكياج كله تعلمته لحالي يعني. طب ليه اخترت الازياء يعني كمهنه؟ ازياء كمهنه، لا مش بدنا نلبس اشي، مش بدنا نطلع للناس بالصوره المحترمه اللي ناس قدرنا فيها. اكيد. ف دخلت متاهات الازياء وشغل مع النساء. نعم. كان ولهلا حلو يعني، بحب الشغل مع النساء. صار عندي زبايني، صار عندي اللاين تبعتي هاي من اونلاين يعني. فتحمست اكثر، دفعت اكثر، صرت نجحت في العمل. ليش ما اعطي اشي للمنطقة اللي أنا خلقت فيها اللي هي الشرق الأوسط؟ فرجعت للشرق الأوسط شفت المأساة. بلش مأساتي مع المأساة. فبلش أنبش التاريخ، بدي أعرف جذورنا وين، جذوري. فصار في شغلات كتيرة حلوة يعني اللي اكتشفتها من التاريخ موجود في المنطقة. إنه لازم هذا يطلع للعالم. وبلشت الرحلة بالدراسات عن تاريخ الأردن فلسطين والعراق ومصر ولبنان وسوريا بابا 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 بالآخر. في شغلات العالم يعرفهاش. فأنت بتعبر من خلال الأزياء، من خلال الأزياء اللي بتعملها. وصلت للعالمية، العالمية أعطتني قيمة لإلي لشخصي. نعم. بس هل يعرفوا أهل بلدي، أهلي أو ناس اللي يعرفوا إنه شو معناتها؟ لا. تخليني ادخل بالمحبه والسلام. حلو. ان هذا مبادئ انا. نعم. فامنت في في الكاتب الروسي بتروفسكي. اللي الجمال سوف ينقذ العالم. في مشاهير كثير في العالم اللي عطوا من نجاحاتهم في العالميه للبشر اللي حواليهم. انه ينقذوا. نعم. فانا انقذ ما تبقى. فنوع من التاريخ يعني عم يعيد حاله. نعم. ورسالات مسموعة في العالم. احنا عندنا الكوميونيكيشن مع العالمية شوية أضعاف فيها. نعم. الكوميونيكيشن يعني التفاهم.
فكان ماخذ نظره انه احنا من الميدل ايست واحنا هيك مع الجمل، ومع الجمل حلو يعني بحبه. نعم اكيد طبعا. والصحراء، احنا الصحراء والبداوه، البداوه ما فيش احلى منها. اوكي على قولة الشعراء، العباءات تكلل ابجاد، تكلل اكمامها، تكلل اكمامها المجد. نعم هاي من الاشعار. اوكي انطلقت من هذه، اشتغل في العالم، هاي احنا. نعم جاي من ايدنا ايدكم من اجل السلام والمحبه. عم بتوصل الرساله، بتوصل حضارتنا قاعد للعالم. حضارتنا للعالم. نعم. طريقه فنيه مرئيه الحضاره العربيه في الشرق الاوسط. والحمد لله احنا عندنا شيء، احنا عندنا كنز دفين، بس لازم احنا نعرف قيمته. صحيح. تتذكر اول عرض ازياء قمت فيه وين كان، باي مكان؟ كان في برلين. برلين. شو عرضت وقتها؟ كانت جامعية من مدرسة، يعني جامعة هي اللي خلتنا نعمل أول عرض حتى يعني نأخذ عليه الدريز. we have to we get to have to the degree اللي بالجامعة. إنه this your research. فأخذت عليه جائزة مجلة بوغ الفرنسية. أوكي كان أول نجاحاتي. حلو. كنت تذكر أول توب عرضته كان شو الرسم؟ لانه انت عاده استاذ باسم ترسم على التوب نفسه، العبايه بترسم اوقات. هلا بنجي المشاهدين. كل شغلي انا باخذ قماش رو ابيض او بدون اي شيء عليه، وانا بحط عليه ديزاين، ماي اون ديزاين. اوكي يعني انزل رسماتي اللي هي انا اشوفها جماليا كقطعه فنيه. نعم. للقماش نفسه. نعم. فهاي سوت شغلي له امتياز، له تميز بالعالمية. صح. إن ما فيش هذا القماش من وين جايبه؟ لا تصنيعي. هلا بتلاحظ حضرتك بتتميز يعني إنه بتتصمم أزياء أو عبايات إنه بتعبر فيه عن التراث العربي والحضارة العربية. هذا اللي بتميز فيه أستاذ باسم. أنا عربي. أنا عربي. ياباني ياباني، صيني صيني، الأمريكي أمريكي، الويسترنز خلينا نسميه. اليوروبيان يوروبيان. اوكي نعم. من عربي ليش؟ مش غلط يعني انه العالميه. لا بالعكس، هذا شيء بنشوف حالنا فيه، بنفتخر بحضارتنا وتراثنا. اكيد حضرتك عم تحكي هذا صح، بس هل الكل تفهم هذا الحكي؟ احنا عندنا معجبين في العالم، معجبين العالم بالتراث والزي العربي اكثر من العرب نفسهم. صح. فانا فخور بهذا يعني. نعم تبين عرب. أكيد إحنا كنا بنفتخر إنه عرب. أكيد أستاذ باسم. هلا من الأزياء بنرجع نستكمل، بس حابين نعرض شوي هيك من اللوحات برضو الفن التشكيلي. هلا من الأزياء للفن التشكيلي طبعا كل لوحة أحلى من الثانية، فاحكي لنا إمتى بلشت كمان بالفن التشكيلي؟ نفس التايم أو نفس الوقت؟ لا أول رسم بلشت أنا بأربع سنين، قلت لك أنا موهوب وأنا صغير. نعم بالفن بالرصاص كنت أرسم على الورق. شوي شوي تطورت الشغلة، بعدين لما درست فتحت لي مجالات تانية، فصرت أرسم بالأويل والأكريليك وال هاي العين. هاي كتير حلوة. هاي أنت رسمتها أستاذ باسم؟ هاي السنة. كتير حلوة. هاي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هاي بتعبر عن مكتوبة يا فوق بالأحرف العربية. أها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حلوة كتير. هاي قد ايه اخذت معك وقت؟ اوه تاخذ 3 أشهر شهرين حسب المود تبعتي. You don't know, you don't know how to do it. Sorry but I يطلع بحكي بالانجليزي بس. Prefer the Arabic. حلو. اها وهاي برضه هاي نفس الشيء لاحظت فيها عين كمان. هاي عن هاي بتعبر عن شو؟ هاي بترمز عن لشو؟ عن المجوهرات جولري اللي بالميدل ايست اللي هي في بيرس 7 وفي العراق وفي الأردن موجودة. وأنا جمعتهم. هاي حاطت هون زي أونصة. هاي أونصات. أونصات هاي هون. حلوة والله أستاذ باسم، ألوانها حلوة. أوكي هلأ بالنسبة لهاي، هاي مبينة هاي بالبترا. يا حلو الواحد يحس حالك بين لوح. والله حلوه انت. حلوه كثير. هاي امتى رسمتها استاذ باسم؟ هاي السنه الماضيه. السنه الماضيه. حلوه كثير هاي البترا قلت لي.
شو قلت لي المواد اللي بتستخدمها عادة؟ الأويل كولرز، الأكريليك، الووتر كولرز، يعني حسب البينتينجز. حسب البينتينجز. هاي من ألف ليلة وليلة ما أخذها. أها حلوة. هاي ألف ليلة وليلة يعني حتى ألوانها كتير هادية ورايقة هيك. من شهريار وشهرزاد. حلو. بتلاقي إيش أكتر هيك يعني زباينك عادة على شو مقبلين أكتر شيء؟ اللوح؟ الأورينتال على الشرقي. الشرقي شرقي. الشرقي. شرقي. شرقي. أكيد إحنا نشوف حالنا أكيد أستاذ باسم بحضارتنا وتراثنا. وايضا طبعا هناك مشاهدين بالنسبه للاحصنه برضه مكتوب بالخط العربي انا شايفه بستعمل الخط العربي بيعطيني كثير بالالوان البينكش والتركواز والبيج الالوان الصحراويه اللي تماشى مع المنطقه يعني هلا كمان شوي حنشوف اكيد صور بعرضته بمهرجان جرش مؤخرا ب 2008 حضرتك شاركت بمهرجان جرش اربع مرات ايوه وبرضو عرضت نفس اخر واحد لبسني اياه تلبيس يعني يعني فيش ما فيش الا انت يا ابوينتد حتى بالاجتماع كنا ما عنديش اشي يا ناس اساوي لكم عيوني بس انه قالوا لي اوكي عندك اربعة اشهر قدامك خيار خلص ايش ده خيار انا ما احكي يا استاذ حنان انا ما احكي ولا تقول تفضل وقع هون فيش اعطيك مجال يعني تناقش فيش نقاش يا ستي أربعة أشهر كيف أخلص مجموعة كوليكشن عن تاريخ الأردن والمنطقة يعني في خلال الفترة الزمنية أوكي جت فكرة في شيء جيل الشباب وجيل طالع والجيل قلت خليني أدخل بهذا الجو أغير شوي أجدد وطلعنا حلو فدخلت دخلت أشياء اللي هم يحبوها الجيل الجديد نعم كان فيلم 300 طالع كان موسيقى بدون لا شعوريا يعني ويقول كل واحد يقول لي هاي موسيقى this يو هاي انتو بعد شوي كنت استعمل الانترنت والكمبيوتر على بالعرض وكل واحد حامل لي اللابتوب بس ما زبطت بعد ما زبطت بس اللابتوبات اللي وقع طبعا هي من رسوماتك هي برضه المودرن ممكن نحكي هلا هذه بس ماخوذه من التراث نفس الطريقه كتابات عربيه وال الاخضر هذا الصان كثير حلو استاذ باسم كثير حلو الازرق هون على شكل سمكه ونفس الشيء هون هاي المراه فيها المراه تحس فيها المراه موجوده جواتها نعم الفيميل فيميل الانوثه نعم ونفس الوقت الجريس يعني جريس الجريس ال ال الجمال بس بالكمال يعني نعم جريسفول اتس نوت تشيب اتس جريسفول اكيد وهي نفس هاي بدو هاي البدو هذا بدويات شايف بس لاني عشت بالصحراء كثير في البترا في وادي رام في وادي في الغور انزل انا كنت اروح بشوف وجوه ينطبع عندي كمبيوتري اللي براسي ينطبع وجوه من اجي ارسم يطلع لحالهم نعم هذا كمان لذيذ هيك مودرن هاي لشيء هذا شيء ياباني على الزمري هون لا هذا ايش هو يعني بحس الستايل اللي هو الياباني هذا لا هذا الويست ياباني يمكن ما بعرف بس حلو الالوان بس الوانك كثير اللي بتنتقيها عم لاحظها كثير هيك الوان طبيعيه وحلوه يعني هي موجوده عندنا بشوفها انا دائما حوالي حلو حلو هلا بدي انتقل للاكسسوارز شتتنا المشاهدين في عندك هناك الاكسسوارز اللي في لها رسمه كمان تحت اللي هي سكتشز. اول شيء هاي بس برنامجك حلو اي مره بشوفه منوع وكثير حلو تسلم استاذ باس هذا ذوقك انا وين قاعد هون هاي نفس البرنامج هاي الاساور اكيد هاي اساور من ما اخذها من العرب الاساور العربيه
بتحس إشي فرعوني أنا بحسه. أنت بالنسبة لكم بس هي عربيك تبك العرب. لا كتير حلوين. هلا نبلش الإكسسوارات اللي عنا بالاستديو. هذا إسلاميك ديزاينز. نعم. نقوش إسلامية. هاي عن جد حلو. نايس كتير حلو. في هذا الصغير لل. لقيت كمان. هيك يعني. أوكي. هيك زي الفراعنة حاسة حالي اليوم. المنطقة كل المنطقة نفس التاريخ ما أنت عم تحكي عن نفس المنطقة. نعم وبرضو هاي كمان حلوة. هاي طقم كمان. هذا إسلامك عربي. إيه. هاي من وين بتجيب القطع أستاذ باسم؟ هاي من الفار إيست. الفار إيست. رحت على. تنزل كل قد إيه وقد إيه تقريبا. رحت على الفار إيست للهونغ كونغ في مانيلا فلبين. فتلاحظي شغلات كثيرة عندهم. نعم. كأنهم أخوذة من منطقة نفسها. أها. حلو. فجبت شغلات من جوز الهند اشتغلت فيهم. هذا. خشب جوز الهند. هذا خشب جوز الهند. هاي إذا شايفين مشاهدينا. لا بس حتى حلو هيك أخضر بتحب هيك يعني تركز على الألوان الطبيعة هذا شيء كتير حلو أكيد أستاذ باسم. إحنا من الطبيعة. صح. We have to survive. لازم نكون. وما في أحلى من. Nature as it can. نعم. قلنا شو هلا آخر مشاريعك أستاذ باسم؟ سمعنا في إيدك مشروع بأمريكا شو بدك تخبر المشاهدين عنه؟ أنا عند في أنا فكرة كانت إنه الأرب American children they are there. ده مليون يصف طبعاً بالمشارك. بال. سبونسر بعد يعني الرعاية من اليونيسف بس I'm proud about it. حلو. إنه ساعدي أطفال المستقبل اللي هم أجيال المستقبل. صحيح. هم المستقبل نفسه. هم المستقبل نفسه. فليش ما ك أورجن من وين الأصل يطلعوا حابتوا يتذكروا كيف اليابانيين والصينيين يعملوها فالفكرة إجت إنه لازم يكون نذكره انه في عندهم تراث ما يبين يا لويال تو يور اون كونتري اور يو اس بس عندكم اصل كمان يعني هوملاند. صحيح. شو كان شعورك لما تم انتقائك انك تمثلهم بامريكا؟ مش اول مره سابع مره سابع مره. رحت على روز بول فيستيفال مثلت الاردن دائما امثل الاردن ما شاء الله. رحت على سان فرانسيسكو رحت على دالاس تكساس أعطوني مفتاح المدينة وقتها كانت The Great Hall Apparent Mart أول عربي يدخل Great Hall أول عربي مثل Middle Eastern أول Middle Eastern Designer يدخل Apparent Mart The Great Hall كيف نشوف حالنا فيك أستاذ باسم لا ستي بعدين في لوس أنجلوس عطوني عمدة مدينة لوس أنجلوس عطاني ويلكم سيرتيفيكس اوف بوبليشن اوف لوس أنجلوس عندي البارونيس يونغ مجلس اللوردات البريطاني عطوني البرشيشن سيرتيفيكا من مجلس اللوردات البريطاني بموقع من رئيس اللوردات طبعا وغير احنا من نقول احنا بنطلع للمستقبل قديش ضل من العمر في مستقبل هو أكيد طبعا نآمن بالمحبة بالأخاوة بالتسامح الحياة حلوة It's beautiful life if you know how to survive how to select it حتى أنا ملاحظة أستاذ باسم بلوحك فيه هيك تفاؤل هاي مش أنت أول واحدة والأمن كل الناس يشوفوا يعني لوحاتي وعروضي فيها دفء فيها تفاؤل كتير تفاؤل بالحياة كتير. ليش مش غلط تفاؤلوا بالخير تجدوه شو شعارك بالحياة أو شعارك أو رمزك في الحياة؟ بين محبة love and peace أقدر عليه لسبب مساعدة الناس مساعدة المحتاج بقول أنا الصبح بقول يا ربي دعوتي تكون أموت وأنا بشغلي واقف بشغلي لا هذا حق وابعد عني أولاد الحرام وما كبر من شأني وما تأخذ تواضعي هاي احلى هديه من رب العالمين انه تواضع يضل عند الواحد
الصور جاهزين شباب، هلا نشوف كمان صور بعد شوي عن مهرجان جرش 2008. سوري بقاطعك بس انه درست الاديان الثلاثه، تعلمت لغات 5 لغات، حتى اساعد نفسي انه اتفاهم معك، كنت كوميونيكيت وذ اذر بيبل. حلو، هاي اول صوره معنا استاذ باسم، مهم كثير اكيد الواحد يتعلم 3 ديانات هدول كنعانيين يكون عنده لغات، اكيد كثير مهم. هاي بمهرجان جرش ب 2008. ايوه. شو بتحب تحكي لنا هاي الصوره؟ هدول هذا الملك يرح بن عزار، ملك الامونيين. وهاي الآلهة تايكي. اللابس الابيض. تعطيل انه هي كانت حامية المدن. فكآلهة تايكي حامية عمون. تعطيل بركة، هلا رح ترجع تحط التاج من البركة تبعها انه يحمي عمان، عمون عمان يعني. حلو حلو. هلا بننتقل للصورة الثانية. هم صور هاي الآلهة تايكي تعطي بركة للملك عمون. نعم. الله يحمي ملكنا. أكيد. والصورة اللي بعدها. هاي دخلنا بالعصر المملوكي. الإسلامي. العصر الإسلامي، أوكي. في جرش وفي نعم. وهي كمان توب. هذا هاند بينتد أباية بس. حلو. هاي فلكلور، دخلنا بالفلكلور هلا. هاي كمان نفس الشيء، هاي نفسها عباية. نفسها. حلو. هذا مطور من الـ الفلكلور. شوف العقد اللي رجعتي قبل شوي، هي على صدرها موجود. اوكي، نفس العقد الاخضر اللي معي. حلو. هذا تاجنا. وعلى الوان العلم الاردني. نعم. قد ايه باخذ معك تحضيرات بهيك مناسبات، مهرجانات، تحضيرات قد ايه بتاخذ؟ الكوليكشن جاهز، بقدر احضره خلال 24 hours. حلو. خلال 24 ساعة. 24 ساعة. حلو. بس يكون عندي ستاف مدرب. بعض الأحيان أسافر، أروح قبل 10 أيام 20 يوم. أحضر الستاف حتى يتدرب معي. حلو. ففيها تعبية، فيها غلبة، بس ما فيش اللي بحب شغله خلص. بس لايف، بس حياتي، هاي حياتي. كل شغلة فيها تعب، ما فيش حدا يعني ما في شيء صح، ما في شيء بيجي. حضرتك عم تسوي البرنامج وعم تتعب وتجمعي أشخاص وما مادة، تروحي هون تزوري هون، تروحي هون تجيب لنا هون، هاي كله شغل صح. بالنتيجة السعادة تبعها لما تشوفي أنت ناجحة، وصلتي للهدف أكيد. تبعك صحيح. كيف ألف العالم حتى أوصل للهدف تبعي؟ صحيح. أوصل للسلام والمحبة من أجل الإنسان. هو تايرينج، متعب، وطيران وسفر وناس جداد لأول مرة بتشوفيهم، تحاولي تعرفي عليهم حتى تكومنيكيت، تتفاهمي معهم. مرات اللغة ما أقدرش أحكيها يعني، فارس ما أحكيش الفارس. أديان الأخرى تدخلي معهم، تفهمي إيش دينك وإيش دينهم. صحيح. إحنا كنا واحد عايشين. أكيد. نقدر نتفاهم، نقدر ما فيش بيناتنا فرق. صح. الإيمان واحد. الإسلام يقول لك الإيمان في قلبك. صحيح. ف بدك هال ما بعرف. والله أستاذ باسم يعني عن جد كلامك كله حكم، وكثير مبسوطين بوجودك معنا اليوم. أنا كمان بدي أشكر الناس اللي وقفوا خلال فترة 35 سنة معي. من جمعيات خيرية، أنا دخلت بالعمل التطوعي كمان ان شاء الله عنك. واحنا شفنا المخيمات، شفنا بلشت اشتغل على هذا زمان حكي. نعم. اليوم الاجيال الجديده كلها نسيت، عندها بركه من رب العالمين. اللي عايشه في الاردن الحبيب، انه هاي نعمه من رب العالمين. صحيح. والله يحمينا ويحماك. أكيد أستاذ باسم شيخ الجواد، نورتنا وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. شو كلمة بتحب توجهها للمشاهدين قبل ما ننهي؟ كل إنسان بقول لك مشاهد، أنا هلا تشافوني وشايفيني يمكن، أتشرف أنه كنت في برنامجك. أحلى شرف لنا. أكيد.
اتشرف انه الجمهور اللي عم يشوفني، اتشرف انه تعرفوا علي وتعرفت عليهم، في منهم عم يشوفوني ما يعرفوني. انه مد ايدك لاخوك الانسان، صح، اعطيه اعطيه اعطيه. هلا انتم عم تدافعوا عن السرطان وعم تدافعوا نوع من التوعيه، هذا كله عم نساعد الناس. انا عم روح لاخر العالم حتى ساعد الاطفال، الف في العالم حتى اخلي الناس تلتفت لانه احنا شعوب مثقفه واصله. يمكن احسن منهم، ما بديش اقول احسن منهم، بس احنا خير امه تختيرت للناس، المفروض نكون احسن من غيرنا. صحيح. بس اتركوا لي الانترنت من ايدهم، من اللابتوبات من ايدهم. خلوا لي شيء ثقافي، لا شيء علمي، اوكي. اما تشاتنج تشاتنج تشاتنج، اكيد القراءه والثقافه هذا اهم شيء. انا هلا بيجوني الشباب والبنات لما بعرض الازياء في الاردن، اول شيء تاخذوا شهاداتكم، اذا ما عنده شهاده ما يقربش عليهم، بيعرفوا الحكي. لازم يكون عنده شهاده، تقول لي عندي امتحان، او يقول لي عندي امتحان بالجامعه، روح سوي امتحانك في الجامعه وارجع لي، روح سوي امتحانك في الجامعه وارجع لي. لا. شهادتك اهم مني، انا بدبر حالي. لا. بس الشهاده مفتاح، مفتاحك. صح، العلم هو المفتاح. العلم هو مفتاح الحياه. صح. إذا ما تعلمتوا مش حينفعكم لا أنا ولا غيري. حلو. ما حدش ضال لكم. العلم مفتاح الحياة. مفتاح الحياة. نعم. لازم يتعلموا. أكيد. ما علي إلا أشكرك أستاذ باسم شيخ جواد، نورتنا، المصمم العالمي والفنان التشكيلي المبدع، وأيضا مصمم أكسسوارات، وأيضا بيعمل ميك أب كمان، يعني لسه والخافي أعظم. شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا شاركوا، نتوقف مع بريك ونرجع نكمل معكم بقية فقراتنا، ما تروحوا بعيد.